زي ما رحمة عملت المقدمة انه هايلة الناس على طول بتجري على البحر، صح. فكرة الاتيكيت الخاص العادات بتاعتنا على البحر، الناس ساعات بتروح جايبة بقى حلل ومحشي وحاجات وتروح صح بيها على البحر، صحيح. الملابس اللي لازم نلبسها، عايزين نغوص معاكي في التفاصيل دي المفروض نعمل ايه. لكن دايما لما بنتكلم مع الناس على الاتيكيت هتقولوا لا حتى اتيكيت في البحر، فعايزين برضو نرد على النقطة دي. الفكرة ايه؟ الفكرة انه الناس في الاجازة بتكون عايزة تتحرر من الروتين، عايزين يكسروا كل الروتين، واللي هو انا بصحى الساعة كذا بنام الساعة كذا، في نظام معين، عايزين فاكرين انه الانبساط هو لا نظام. لا، هو ممكن جدا ننبسط ويكون في نظام كمان، لانه الاتيكيت بيدخل في كل حاجة في حياتنا في الدنيا. الخصها لكم في حاجة A B C. A B C يعني دي مش هننساها ابدا. A اللي هو المظهر appearance، بي اللي هو البيهيفير السلوك، سي اللي هو التواصل والكوميونيكيشن، جميلة. مش هننساها ابدا. A B C. اي بي سي بس خلاص كده. بالعربي بنسميها مسك، يعني مظهر سلوك كلام. أشكرك على حلوه. تعريبها. وتاكيدا على مظهر سلوك كلام. حلوة أوي. بالظبط، على الرائحه اللي كانت من شويه، المسك، عارفه عطور صح. المسك، فاربطوها بكده. نعمل ايه بقى؟ دايما لازم يكون في مظهر مظبوط، الحضور اللائق في كل حاجه، ملابسنا المناسبه في المكان المناسب. رايحه بحر يعني اكون بملابس مناسبه للبحر، للجو، مناسبه ليا، لجسمي، لسني. ماشيه في السوبر ماركت يبقى ليه لبس تاني، قاعده في المطعم ليه لبس تالت، وهكذا. فاحنا بنلاقي للاسف ممارسات خطا، هو ده اللي بيحصل. عايزة أبقى براحتي، كلمة عايزة أبقى براحتي دي على طول. هو لكل مقام مقال. عارفه لو كنتي براحتك، براحتك ايه؟ يعني مثلا البس لبس رسمي على البحر هيتفرجوا عليا الناس. صحيح. لازم تكوني شبه الناس في المكان الصح، نلبس الحاجه المناسبه للمكان ده. السلوك بقى، نيجي على السلوك. السلوك سواء بقى جوه البحر، انتوا بداتوها بجوه البحر، طيب هل ممكن ان انا اكل على البحر؟ طبعا اكل واشرب والعب واعمل اللي انا عايزاه، بس في اداب، لا ضرر ولا ضرار. الشكل العام هنا والمظهر العام، موضوع اللي حضرتك قلتي عليه نجيب حلل، لا طبعا. طب ما احنا ممكن نحطها في علبة علب. لانش بوكس، او بوكس يعني علبة معينة، او الحاجات اللي هي العلب الورق اللي ممكن التخلص منها، الاستخدام الديسبوزبل. مرة واحدة. حلو جدا ان احنا مثلا نجيب شوك بلاستيك، ان احنا يعني نفتح حاجه على قدنا. احيانا بنبقى قاعدين جروبس وبنعزم على بعض، انا ما بحددش لحد تاكل ايه على البحر، ما ينفعش. في واحد مزاجه ياكل ايس كريم، واحد مزاجه ياكل ساندويتش، واحد مزاجه يشرب عصير، براحتكم اعملوا اللي انتوا عايزينه. بس كمان في حاجه مهمه جدا، بس نخلي اهم حاجه المنظر العام. المظهر العام، ونخلي معانا اكياس لالقاء المخلفات دي والمهملات، مهمه قوي. وبعد كده نقوم نكلف خاطرنا ونحطها في الباسكت اللي بتكون موجوده بين كل مجموعه. اعقاب السجاير، ياه. يعني ليه نفضل نطفيها في الرمله؟ طب ما دي طبيعه، مش احنا المفروض دورنا يكون لنا دور في الانفايرمنت اللي حوالينا والله ده في المصيف والبيئه؟ وغير المصيف. طيب يعني احنا بنبقى قاعدين في ارقى ساعات الاماكن نلاقي مثلا واحد من شباك العربية كده ويقوم. طبعا، تحديدا كمان على البحر، هي مش عشان هي رمله او هي ميه بحر يعني انا ارمي فيها اللي انا عايزاه. صحيح. واعتقد بنسمع كتير جدا عن المخلفات وعن الحوادث اللي بتحصل بسبب انه في خلل في البيئه، كل ده بيعمل خلل انا في امبارح البيئه. كنت لسه بتكلم على علم دراسة المحيطات، يعني حتى الشعاب المرجانية تضررت من تضررت افعالنا. مننا طبعا. التغيرات الفظيعة الجذرية اللي بتحصل دي من الإنسان، يعني الإنسان المفروض إن هو بيعمر الأرض مش بيدمر الأرض. صحيح.